النجم الكبير طاهر ابراهيم، بنرحب بيك معانا النهارده في اهلا حبيبي، وانك طيب واهلا بيكم. عايزينك تكلمنا عن كثرة شبكة الانتاج اللي فتحت والمنتجين الكتير دي، بتبقى صالح الممثل ولا المشاهد ولا الشركة؟ اولا دي حاجة كويسة اوي طبعا ان يبقى في شركات انتاج تخش في المجال الفني، والشركة اللي انا بحضر فيها النهارده دي شركة بلو المسؤول عنها الاخ الحبيبي يعني مازن نيازي، ده مخ منفذ كان شغال معاه من حوالي سنتين في مأمون وشركاء، وشخصية جميلة وشخصية محترمة، وأتمنى له الخير إن شاء الله يبقى خير عليه. وبالنسبة لنا إحنا السؤال الثاني مصلحة لينا ولا لا، لو شركة إنتاج كويسة وقوية هيعني ناس مصلحة الممثل، لو شركة إنتاج ضعيفة بتخش ما بتكملش. فإن شاء الله يعني الواحد مساء الخير طبعا ان في شركات في العمل بتاعنا دوت بتبقى حاجه مريحه لينا، ويبقى في انتشار اوسع نلاقي واحد يشتغل عليه. عندك بعد شنطه حمزه؟ والله بحضر حاليا اليومين دول في مسلسل للاطفال، هخش ان شاء الله كمان 3 ايام كده، معانا مجموعه من النجوم ومعانا اطفال وحاجه حلوه ان شاء الله يعني، ده العقليه اللي هي القرن 22 عارف انت، اللي هم الاطفال صغيرين وبيعملوا اختراعات وبيعملوا حاجات غريبه، فعجبني الموضوع وشدني الموضوع. مين معاك من النجوم بقى؟ في معانا نجوم، معانا استاذه هناء الشوماري، معانا فنانين، معانا فنانين يعني سيدات، معانا ايمان السيد، معانا يعني مجموعه برضه حلوه ان شاء الله، ومعانا 5 اطفال بقى يعني مختارينهم من مش عارف من 10,000 واحد او 10,000 طفل، فمختارين 5 اطفال يعني شويه قوي يعني، فان شاء الله انا بحب الاطفال طبعا، ومن الحاجات اللي انا يعني بعتز بيها ان انا اعمل حاجه بتشد انتباه الاطفال. عندك في رمضان ان شاء الله؟ نعم رمضان، والله لسه يعني ما يعني قول له تحت الانشاء زي ما بيقولوا يعني، بس ما فيش حاجه قيمه يعني كفايه كلها شفويه، لان هو لسه يعني لسه الموسم برضه يعني ما بناش. عايزينك تقول كلمه لاهل مصر. اقول لاهل مصر اقول لهم كونوا فوق طيبين وسنه سعيده عليكم، وشقوا عفشقوا بيقول لكم كونوا فوق طيبين، باي باي.